تشجيعا للأهالي على ممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة البدنية، أقامت جمعيتا صفصاف الخابور الثقافية والمودة الخيرية ومشروع سوا شباب مبادرة رياضية للمشي الجماعي ضمن مضمار الملعب البلدي في مدينة الحسكة. نحن اليوم سعداء بإطلاق هذه البادرة بالتعاون مع جمعية المودة كما قلت، ونأمل أن تصبح نهجا عاما يسعى إليه المجتمع، لأننا بالرياضة نشعر بالحيوية، نشعر بالانتعاش، نشعر بالأمل يتجدد من خلال هذه الملاعب الخضراء ومن خلال هذه الأجيال التي تمنحنا السعادة والثقة. هي نوع كسر للروتين عند الفئات العمرية الكبيرة بالسن، طبعا الغرض منها هي كون الرياضة للجميع، فحبينا ندعم هذا النشاط لمشاركة جميع الفئات العمرية من عمر 10 سنوات وحتى عمر 60 سنة بهذا الماراثون المقام في الملعب البلدي في مدينة الحسكة. المبادرة تأتي لتشجيع الأهالي على الرياضة، لا سيما فئة الشباب التي يعزف الكثير منها عن لعب أي نشاط رياضي ويمضي مختلف ساعات يومه في دراسة أو متابعة التلفاز أو وسائل التواصل الاجتماعي. لازم من المشاركة الحفاظ على الوزن ولياقة الجسم. طبعا هذه النشاط الحيوي اليوم اللي شايفينه نحن بالملعب بشكل عام، يعني نحن شايفينه الكبير والصغير والمتوسط وكافة الأعمار عم يمارسوا الرياضات جميعا، المشي، الجري، اللعب كرة القدم، هاي هي الحياة بمحافظة الحسكة، وهي هي الرياضة أساس الحياة بصراحة. المشاركون أكدوا أن رياضة المشي تعتبر من أفضل الرياضات المعززة لصحة الإنسان، وتلائم جميع الأعمار وتساعد على التمتع ببناء جسد سليم وإزالة التوتر ومشاعر القلق. أحمد الحمدوش، الإخبارية السورية، الحسكة.